عند مشاهدتك لهذه اللقطات قد تظن أنها مأخوذة من فيلم رعب أو من حفلة تنكرية، لكننا نؤكد لك عزيزي المشاهد أن هذه اللقطات حقيقية 100%، وهذه الجماعة بالفعل موجودة تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعرف باسم كوكلاس كلان وتختصر بـ KKK. والآن السؤال الأبرز، من هي هذه الجماعة؟ بعد الحرب الأهلية الأمريكية بالتحديد في أواخر العام 1865 بولاية تينيسي الأمريكية، وتزامناً مع مرور أمريكا بمرحلة إعادة التأسيس التي طالبت بمنح السود حقوقهم، قررت مجموعة من أفراد الجيش الكونفدرالي من أصحاب البشرة البيضاء إنشاء منظمة أخوية سرية بهدف تمجيد العرق الأبيض. فهذه المنظمة آمنت أن أمريكا ستفقد عظمتها لو أصبحت كل الأعراق فيها متساوية، خاصة لو تساوى العرق الأبيض مع الأسود، فهذا بالنسبة لهم سيتسبب بإخلال هيكلة البلاد، لإيمان الجماعة بأن العرق الأسود غير متكافئ مع الأبيض ولم يستحق التحرير من العبودية، كما لا يحق لهم التصويت بالانتخابات. الجماعة لم تكن عنصرية تجاه الأعراق فقط، بل أيضا تجاه الأديان، فهي معادية لليهودية. ليس هذا فقط، بل أيضا معادية للمسيحية الكاثوليكية، بالرغم من أن جماعة KKK مسيحية، لكنها اتبعت المذهب البروتستانتي، وحاربت أيضا المثلية الجنسية، وعاقبت ممارسيها ومؤيديها. تبنت الجماعة العنف والإرهاب لفرض معتقداتها، فكانت تعذب وتقتل وتحرق الملونين عامة والسود خاصة على أعمدة خشبية بهيئة صليب. وانتشرت الجرائم التي تبنتها بكثرة في الولايات الجنوبية لكثرة انتشار أصحاب البشرة الملونة فيها. ولم تكتف الجماعة بذلك، فقد كانت ترهب السياسيين كالجمهوريين وتدمر ممتلكاتهم للتأثير عليهم في الانتخابات وتحريضهم على محاربة الأعراق الملونة. لكن الحزب الجمهوري كان لهم بالمرصاد، وأنشأ ميليشيات لمحاربة KKK، وكان الحزب أيضاً وراء موافقة الكونغرس عام 1871 على استخدام الجيش القوة لقمع الجماعة واعتقال من وراءها، مما تسبب بانتكاس الجماعة، وأبطلت المحكمة العليا لاحقاً قانون الكونغرس لاعتباره غير دستوري. نهضت KKK مرة أخرى أوائل القرن العشرين تزامناً مع زيادة أعداد المهاجرين، وسبب هذه المرة كان فيلم ميلاد أمة الذي استلهمت منه الجماعة زيها. وفي هذه الفترة كثر استخدام البيض العقاب اللينشي ضد السود، ويعني إعدامهم شنقاً في أماكن عامة بطرق غير قانونية، عقاباً على جنح فبركت معظمها، كما عاقبوا النشطاء البيض الذين أدانوا الجماعة عبر حرق ممتلكاتهم وقتل بعضهم. انتسب إلى KKK هذه المرة الملايين بعد أن كانوا بالآلاف سابقاً، لكن الجماعة تشتتت خلال فترة الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية. أما النهضة الثالثة KKK فتزامنت مع ازدياد أعداد الناشطين الحقوقيين وحركاتهم المطالبة بالقضاء على العنصرية بستينيات القرن الماضي، وحاربتهم الجماعة بتفجيرات إرهابية في أماكن تجمع السود مثل كنيسة بيرمنغهام عام 1963. بالرغم من أن أعداد المنتسبين إلى KKK تقدر ب500 عضو اليوم، إلا أن هناك أعمالاً إرهابية عنصرية ارتكبها أشخاص بيض تأثروا بمعتقدات الجماعة، كحادثة إطلاق النار في كنيسة تشارلستون للأمريكيين الأفارقة عام 2015، ومجزرة الباسو ضد أمريكيين من أصول لاتينية عام 2019. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.